أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا أنا أعتذر كثير لأصدقائنا اللي كانوا متواجدين معنا والصوت كان مختفي. أنا آسف كثير، أظن الصوت حاليا صار جيد، وأشكر كل الأصدقاء. جاكو أنا مشتاق لكم أكثر، وإبراهيم ومستر بلاك، اهلا وسهلا بكل الاصدقاء. انا اسف كثير اصدقائي، وطبعا الرابط هذا جديد، اتمنى من الاصدقاء اللي يعني يتواجدوا ويا ريت توزعوا لنا الرابط، لانه بصراحه مثل ما بقولوا العطل الفني غدر فينا يعني، فاعتذر شديد الاعتذار من الاصدقاء وكل الاصدقاء، واتمنى مثل ما بقولوا توزعوا الرابط ونبدأ من جديد مثل ما بقولوا. آسف كثير على اللي صار. طيب أصدقائي، بصراحة اليوم هو يعني أنا بس بدي أحاول أوزع الرابط وبعدين ندخل في الموضوع. أتمنى يكون صوتي واضح، إذا الصوت واضح يا ريت تقولوا لي أصدقائي على الشات حتى أعرف شو عم بعمل. يعني بصراحة أنا شوي خاب ظني في اليوتيوب وفي هذه التكنولوجيا الحديثة، خاب ظني كما خاب ظنكم في المؤمنين. طيب دقائق دقيقة وأكون معكم أصدقائي. طيب لنشوف اليوتيوب. ايه واضح ممتاز، اشكرك علي، عمر، عامر، كل الاصدقاء، يوسف، توب بوب، شكرا، ماوتن، اهلا وسهلا بكل الاصدقاء. طبعا ارام، جاكوك، اهلا وسهلا بكل الاصدقاء، واسف كثير على اللي صار، واتمنى من اصدقائي كمان مثل ما قلت توزعوا لنا الرابط حتى يعني نعوض، لأنه أنا موزع الرابط القديم للكل بصراحة، فخاب ظني. على كل حال اليوم موضوعنا المشروع الإلحادي، هل للملحدين مشروع؟ بصراحة يمكن أنا تكلمت فيه الموضوع هذا قبل المرة، ولكن طبعا ظروف طرقت مثل ما بيقولوا، أشياء صارت جديدة، فحبيت نتكلم عليه مرة أخرى. يعني كتير بالبداية خلونا نعرف شو هو الإلحاد. يعني إنسان صار ملحد، شو بيكون، شو اللي تغير فيه؟ أنا اليوم كنت مسلم فرضا، مع أنه أنا ما كنت مسلم ولم أكن مؤمنا أبدا، وصرت ملحد. ليش أنا صرت ملحد؟ أنا بهالحالة هاي، كل الأصدقاء وكل التجارب اللي سمعتها واللي شفتها، إنه بكون إنسان مؤمن بعقيدة ما، كانت مسيحية ولا إسلامية، طبعا هدول اللي عدوا علي بصراحة غيرهم ما عدى علي، بيكونوا مؤمنين بهالعقائد هاي، فبيكتشف إنه هالعقيدة هاي خرافة، فبيصير ملحد بكل بساطة. يعني إنسان ما راح يتغير، ثقافته ما راح تتغير، أخلاقه ما راح تتغير إلا في بعض حالات، ولكن الإنسان الملحد هو بكل بساطة من لا يؤمن بالله فقط، ولا بقية الأشياء هو الإنسان ذات نفسه، أظن ما بتغير فيه شيء يعني. فالإلحاد هو إنه لا تؤمن بالله، صرت ملحد خلاص انتهى. أما إذا كنت شتام لعان من قبل، فأظن هاي الصفات بتتم معك حسب انت واخلاقك، انت ومبادئك، انت واقتناعك بالحياة، بحياة جديدة بدون خرافة خلينا نقول. فهون احتمال تتغير بعض الاخلاقيات عندك، واحتمال تتحسن، واحتمال تروح للأسوأ. فالإلحاد هو فقط عدم الاعتراف، او خلينا نقول ما هي مسألة عدم اعتراف بوجود إله أو غير إله أو الأشياء هاي، ولكن نبذ الخرافة على الأقل
والركون للأمر الواقع العلمي للمبادئ العلمية المعروفة. في كتير ناس هلا بتفلسفوا على ربنا، بيجوا بيقولوا لك وشو بعد الإلحاد، يعني انتوا جماعة التنويريين تحسبوا حالكم التنويريين وتبر بسموا حالكم وتبر هالتيار هذا، انه بعد الإلحاد شو في عندكم، شو المشروع اللي عم تقدموه البديل اللي عم تقوله للمؤمن، يا مؤمن اترك هذه الخرافة وتعال صير ملحد. طب انت لما صار ملحد شو عم تقدم له، شو المشروع الناطر انه تقدم له للناس الموجودين اهالينا المغيبين في غياهب الخرافة، شو عم تقدم له بعدين بعد الإلحاد. انا من وجهة نظري طبعا، وانا لن اقول يوم الايام انه امثل وجهة نظر الملحدين، لانه كما شرحت كل انسان له اخلاقياته، كل انسان له نظرته للحياة بطبيعة خبرته في الحياة بطبيعة مسيرته في الحياة، فما بتقدر يعني تحدد شكل واضح للملحدين. يعني ما في كتير ناس الله بيطلعوا لك الملحدين لازم يكونوا هيك والملحدين لك مين انت حتى يعني تقولب الملحدين في قالب واحد. الملحدين هم أسود فلتانة، أسود مفلوتة، ينتقد كما يشاء، إنسان حر، حر الحرية. طبعا نحن حتى الملحدين واللي ألحدوا ما بيعرفوا معنى الحرية، الحرية الإنسانية ما بيعرفوا بصراحة، لأنه عايشين في يعني إطار الخرافة طول عمرهم. فإذا تنفسوا لهم سنة أو سنتين أو ثلاثة أو خمسة، ما أظن يكون يعني شغلة كتير كبيرة تغير في حياتهم أشياء كتيرة. نعم بتغير، ولكن ما بتغير كل شيء، تبقى هناك الجذور والأساس والتربية والخبرة بالحياة والمجتمع المحيط، فكل هالأشياء هاي بتأثر بالإنسان. على كل حال طبعا أنا أشجع كل أصدقائي بطرح الأسئلة حتى نتواصل ونعرف مين نحن كملحدين وشو بدنا وشو مشروعنا، شو المشروع اللي بدكم إياه يا أصدقائي. هل نحن صرنا ملحدين لأنه مثلا في عنا شيء بدنا نقدمه، في عنا مثل ما بقولوا خريطة إنقاذ لوطننا لبلدنا لبلادنا، ليش نحن عم شو هدفنا من التنوير اصلا؟ يعني انا كرايي الشخصي اليوم مثل ما قلت، الملحد هو فقط لا يؤمن بوجود الله. اليوم نحن انا شخصيا انا عندي المنبر هذا البسيط، واصدقاء طبعا اصدقائنا اللي عندهم نفس المنابر او يعني افضل او اقل او يعني بنفس المنابر هاي الموجوده، المنابر البلوشيه مثل ما بنقول ببلاش، اللي نقدر نحكي فيها افكارنا، ليش عم نطلع ونحكي؟ معناتها لازم يكون في عندنا مشروع. انا بالنسبه لي شخصيا مشروعي الوحيد هو اللي اعتبره مشروع كل ملحد، يعني انا برايي الشخصي هو مشروع كل ملحد، انه نطالع أهالينا من الخرافة. اليوم لما بتطالع إنسان من الخرافة وينبذ الفكر الخرافي ويبتدي بيفكر بطريقة علمية بطريقة عقلانية، أنت سويت إنجاز ما بعده إنجاز. يعني صح مثل ما قلت بيتم الإنسان بأفكاره، بيتم أفكاره طبعا بتتغير، ولكن بيتم بأخلاقه، بيتم بثقافته موجودة موروسة فيه، ولكن أنت غيرت شيء فيه، طالعته من الفكر الخرافي والفكر الغيبي إلى الفكر الواقعي، الفكر العلمي.
اللي يتبنى العلم، فاللي عم بيتساءلوا ويتفلسفوا على ربنا انه الملحد ما عنده مشروع، يعني في اكبر من هيك مشروع انك تطالع انسان من ظلمات الخرافة الى عالم الواقعية والعلم، تخلي الانسان يبدأ يفكر علميا، يبدأ يفكر بعقلانية. هل هناك مشروع انبل واجمل واكبر من هذا المشروع؟ يعني كل واحد بيجي بتفلسف على ربنا وبيقول لك والله الملحدين ما عندهم مشروع. كيف يعني ما عندهم مشروع؟ يعني شو بدك يكون؟ يعني بدك مثلا يجيب لك صحون من ذهب ومعالق من ذهب ويقول لك تفضل كل فيها يا سيد فلان يلي انت عايش بالخرافة، ولا يفهمك المشروع الكبير هذا اللي عنده، انه يفهمك انه الجحش ما بيطير مثلا، ولا الميت ما بيقوم. يعني هل هناك اكبر وانبل من هالمشروع هذا، انه تخلي الانسان يصل لمرحلة يفكر بطريقة علمية؟ هل مطلوب من الملحدين مثلا انه يجيبوا لك مثل ما قلت يعني صحن ذهب ومعلقه ذهب ويحطوها بتمك مثلا، يعني ولا يوروك الطريق الصحيح؟ يعني انا شخصيا طلعت من مجتمع منحط الى ابعد الحدود، متخلف الى ابعد الحدود، طلعت على اوروبا يعني وشفت الناس. أنا كنت ملحد حتى ببلادي، ولكن ببلادي طبعا إنسان شرقي بكل معنى الكلمة، الأفكار شرقية، الأحاسيس، كل شيء شرقي. يعني أنا ما بقدر أطلع من جلدي، ولكن لما جيت على أوروبا شفت الناس، شفت معنى كلمة احترام الآخر، معنى أنه تعرف مين الآخر. اللي شفته أنا في ناس مؤمنين، في ناس ملحدين، في ناس ما بيهمهم شيء ولا بيفكروا فيها أصلا المسألة، ما بتهمهم لا من قريب ولا من بعيد. فليش طيب ليش أوروبا هي أوروبا حاليا؟ لأنه الأوائل اللي اشتغلوا خصوصا بعصر التنوير، في بدايات عصر التنوير إلى القرن العشرين، الناس اللي اشتغلت على التنوير خلصت الإنسان من الخرافة فقط. يعني ما قالت لهم والله تعوا اخترعوا، تعوا الناس هي لحالة بتخترع. انت طالع الإنسان من الخرافة بتلاقي العقل البشري اوتوماتيكيا صار يفكر بطريقة علمية، اوتوماتيكيا بيفكر بطريقة عقلانية، خلص ما بقى في خرافة، اوتوماتيكيا راح يفكر بالانسان بذات نفسه. يعني اليوم لما يصير الانسان ملحد بكل معنى الكلمة طبعا، وليس الالحاد اللي بنشوفه المنطوطين هون وهون، يعني الملحد اللي يعرف الواقع ويعرف الصورة كاملة منذ بداية الكون الى الان، ومكاننا يعني من الإعراب على هذا الكوكب وفي هالمجموعة الشمسية وفي هالمجرة، يعرف شو هي الحياة وكيف تبدأ الحياة وكيف تنتهي وأين ممكن تكون الحياة وطبيعة الظروف اللي ممكن تتكون فيها الحياة، أظن راح يصل لمرحلة أنه يعرف حاله أنه هو فقط جينات متصل بكل شيء حي، حرفيا بكل شيء حي، إن كان وردة ولا زرعة ولا فراشة ولا دودة ولا كل شيء مرتبط ارتباط جيني مع هالكائنات هاي. الحياة اسمها حياة، كل شيء حي أنت مرتبط لأنه أنت من الأحياء. فالإنسان لما بصل لهالمرحلة من الوعي والتفكير أكيد رح يصل لمرحلة يعني يحترم الناس على اختياراته، ويحترم الناس طبعا إلا الاختيارات الإرهابية، هي
طبعا انا ضده وكل انسان عاقل هو ضده مهما كان. يعني اليوم اختار، ولكن اختار اضربك او اذيك. طبعا لا عاقل، ما في عاقل يختار هذا الاختيار. ولكن الاختيارات الاخرى مثلا انه بدي اعبد البقره، ما تعبد البقره وانا مالي، اعمل لك ايه يعني؟ عبود البقره من هون لبكره. وهذا الشيء الجيد اللي انا شفته باوروبا، شفته بالعالم العلماني الحقيقي. يعني اليوم اوروبا طرحت موضوع الثقافات المتعدده، نجحت نجاح باهر بصراحه، يعني نجحت نجاحا باهرا. ولكن في مجموعه من الناس هي اللي لم تندمج، وهم المسلمين بطبيعه دينهم طبعا، وهن الافشلوا. يعني لحد هلا ما يفشل، بس ما بنعرف في المستقبل المتوسط او القريب حتى يكون انه يفشل الموضوع، ولكن سيفشل في من وجهة نظر او من الطرف الاسلامي فقط. نحن انا كملحد انا بدي اصل للمرحلة العلمانية. انا ما هدفي اعمل كل الناس ملحدين، ما هدفي بصراحة اعمل كل الناس ملحدين، اصلا المرحلة العلمانية هي تكفيني يعني. ولكن كإنسان وطموح، انا همي الاكبر اطالع اهلي من الخرافة حاليا، الخرافة الارهابية خصوصا، يطلعوا من الخرافة. اليوم لما أطالع هالإنسان من الخرافة، هذا مشروعي، هذا المشروع الأكبر والأوحد والأنبل على الإطلاق. وأنا أتحدى أي واحد عم بتفلسف على ربي يقول الملحدين ما لهم مشروع، يجد لي مشروع أنبل وأعظم من أنه طالع إنسان من الخرافة وتعطيه وسائل العقل والعقلانية، تقول له فكر بعقلانية ويبدأ الإنسان يفكر بعقلانية. أنا أتحدى أي فيلسوف عم بتفلسف على ربنا رايح جاي الملحدين ما عندهم مشروع. وشو بعد الإلحاد؟ هل هناك بعد الإلحاد؟ يعني هل هناك مشروع أكبر إنه تعطي الإنسان وسائل التفكير، ولا بدك تعطي الفكرة كمان تصير وصي عليه مثل بقية الأديان؟ يعني الدين بيجيب لك كل شيء جاهز، معلب وجاهز، بيعطيك مشروع الدنيا هي والدنيا الآخرة وكل شيء، يعطيك مشروع كامل مكمل. أما كملحد، المشروع الإلحادي يعطيك الحرية، يعني يفكك قيودك ويقول لك انطلق، أنت إنسان حر، اختر ما تشاء. اختر ما تشاء، خليك عقلاني وواجه الدنيا بعقلانية، واجه الناس بعقلانية. يعني مسألة تقبل الآخر بصراحة أنا يعني كتير كتير بشوف في ملحدين للأسف الشديد أخذوا الإلحاد دين. يعني اليوم في كتير أصدقاء قالوا، صار يقولوا انه انتم الملحدين اخذين الالحاد دين. انا بالبدايه كنت يعني انفر، كيف يعني نحن ناخذ الالحاد دين؟ ولكن للاسف بعض الملحدين محسوبين على التيار الالحادي جعلوه دين، يعني دين رسمي. هذا اللي بيطلع لك نبينا داكوينز، وهذا اللي بيطلع لك داروين. يعني انا حابب اقول لهم طز في داكوينز، في داروين، وفي كل من تسمونهم كبار الملحدين والأطياز الملحدين. لا يهمنا الأشخاص. يعني هلا مثلا لو ما في داروين ما مولود نهائيا، ولا ريتشارد داكوينز ما مولود نهائيا، يعني برأيكم يعني ما راح يكون في ملحدين؟ هل سنسكت وخلاص انتهت الحكاية؟ ما تم ملحدين، ما تم تفكير عقلاني.
بكل تأكيد لا، هم أشخاص مثلنا مثلهم فقط ليس أكثر. الحياة اللي ولدوا فيها وترعرعوا فيها فتحت لهم الفرصة أنه يكونوا من هم الآن، من هم نسمع فيها. يعني خلينا نقول داروين مثلا، هذا داروين أفندي، لو ولدان ما ولدان بعائلة ما عائلة إنجليزية مرتاحة مثل ما بقولوا، يعني دارسين ومتعلمين، لو ولدان مثلا بخلينا نقول شيء قرية من قرى سورية مثلا أو من قرى مصر بالصعيد، هل سيكون داروين هذا اللي سمعنا فيه؟ هل ليس هناك عباقرة في زمان داروين غير داروين؟ يعني مثلا أينشتاين ذات الشيء، أينشتاين يعني لو ما كان مولود أينشتاين، خلينا نقول أينشتاين لو كان مولود في صعيد مصر مثلا في قرية نائية من والد مسلم يقتله على الصلاة على الرايحة والجاية يضربه بطفولته على الصلاة حتى يساوي، هل سيكون نفسه مثلا هذا أينشتاين؟ يعني اللي عم ياخذوا والله فلان نبينا وفلان إلهنا لطز فيكم في إلهكم وفي في ريتشارد داكوينز وفي مين بدكم يعني داروين وكل هالعالم هاي، أنا أحترمهم صراحة شخصيا أحترمهم كأشخاص، ولكن يعني الناس هاي اللي وصلت لمرحلة إنه تقدس هالعالم، شو أنتوا طلعتوا من زبالة جايين تحطونا بزبالة أخرى؟ يعني بدكم نقدس الإلحاد؟ الإلحاد لازم يكون هيك والإلحاد لازم يكون هيك. نبينا داروينز وداكوينز ونبينا داروين وإلهنا ما بعرف بطيخ، طز 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 فيكم وفي آلهتكم كلها. لا بيقول لك والله فلان لأنه ملحد شفناه طالع فيديو عم بيقول كيف بصراحة شيء مضحك، يعني شيء مضحك إنه نكون نحن كملحدين يوصل تفكيرنا لهالمستوى هذا، صدقوني يعني شيء مضحك إلى أبعد الحدود. في شخص من أصدقائنا وحبايبنا الملحدين طالع فيديو بالكريسماس، طبعا أهله جيران مو أهله جيرانه وناسه معارفه أصدقائه مسيحيين، فعم بيغني معهم هابي كريسمس وهالحكي هذا وتشيزز وميزز وطيزز وما بعرف كل الزبالة هاي، فبطلع لك صديق آخر من أصدقائنا الحلوين الحبايب كيف هذا ملحد لازم ما يساوي هيك ولازم ما بعرف شو انت ملحد وانت ما، لك يا جماعة وينكم يا جماعة؟ يعني إذا ما راقل لك مثلا تصرف من تصرف صديق طلعته من الملة، شو فرق بينك وبين المسلم هذا؟ يعني المسلم المؤمن بالديانة الإسلامية معروف إنه ممنوع يعيد على النصارى والعياذ بالله، ممنوع يفرح معهم مثلا بفرحهم ولا بترحهم ولا هل انت جاي تطبق نفس التعاليم على طريزنا؟ يعني هل انت جاي مثلا تقول لي والله ما ممنوع عليك انت يا ملحد لانك ملحد، ممنوع تروح تعايد المسيحي؟ ومين انت حتى تحكم علي؟ بعدين جاي تقول لي لا تشارك المسيحيين ولا بصراحة شيء مضحك انه تطلع من اشخاص يعني
يعني هم ملحدين، هم ملحدين. هل أنت حقا ملحد؟ يعني أنت بدك، أنت إذا رافض تتقبل الآخر، كيف بدك الآخر يتقبلك؟ نحن جايين ننور الناس لأنه في قتل في بلادنا، في دمار في بلادنا، الناس عم تتدبح، الناس ما يملاقي لقمة الأكل تأكلها، الحرامية من كل صوب وجوب حلوا على أهالينا وعم يسرقوا فيهم وعم يقتلوا فيهم، وكله بسبب الخرافة. عم نحاول نفهمهم يا جماعة، يا جماعة، يا ناس، يا هو، الخرافة هي اللي قتلتنا. فنجي نحن نصير، أو يعني اللي بيطلع مثلا من خرافة لخرافة، يطلع هو خرافة بالتم خرافة، ولكن هل نحن أوصياء عن الناس؟ أكيد لا. نحن بدنا بس الناس تخلص من الحروب. يعني في كتير بصراحة، يعني طلعوا لنا أصدقاء إنه هيك لازم يكون الملحد وهيك لازم يكون الملحد. من أنتم؟ يعني من أنتم حتى تكونوا أوصياء على الناس وهيك لازم يكون الملحد؟ طيب، في عم بيقول جانو، هل هناك جون، أظن جون، أي جون، هل هناك حلقة مع ديفيد قريبا؟ نعم، يوم الجمعة الساعة 7:30 بتوقيت لندن، 8:30 بتوقيت القاهرة، راح يكون أخونا ديفيد بتكملة بالحلقة الأخيرة أسئلة حول نظرية التطور، راح يكون معنا أكيد. ساندرا عم تقول، ما رأيك عزيزي جان بهجوم بعض العقلانية عند انتقاد شخصيات ملحدة بحجة أنهم يقدمون نقد شديد للأديان؟ ما رأيك بهجوم بعض العقلانيين عند انتقاد شخصيات ملحدة بحجة أنهم يقدمون نقد شديد للأديان؟ بعض العقلانيين يعني هجموا على شخصيات ملحدة بحجة أنهم يقدمون نقد شديد للأديان. أنا بصراحة ساندرا، يا ريت يعني مثل ما بقولوا شوي يكون السؤال أبسط من هيك عشان أقدر أفهمه. يعني أنا بصراحة طبعا عمر في مجال للمشاركة، أنا راح أتصل فيك حالا، بس دقيقة واحدة أشوف الأخت ساندرا. يا ريت تعيدي لي السؤال لأنه تتوسطي بصراحة. يعني اهلا رياض، حبيبنا رياض عم بيقول، رياض، فرق بين المعايدة والمشاركة الإنسانية ورسائل مبطنة خلف قناع الإلحاد جاي التواصل وشوية حرائق بإسرائيل راح طفر انه يقف مع إسرائيل وعنصري. طيب رياض، أنا أشكرك جزيل الشكر على المشاركة بصراحة، بس ما بعرف أنا، أنت يعني بصراحة ما بعرف شو قصتك، أنت عن جد ما بعرف شو قصتك. طيب ساندرا عم تقول، ما أتوقع فيه ملحد راح يتهجم على ملحد آخر فقط لأنه هن المسيحي بالمناسبة، أتوقع السبب الحقيقي هو شعور أنه يبشر بهذا الدين. ساندرا أنيل، يعني لا تنتقدهم لأنهم ينتقدون الأديان. يعني بصراحة الحكي كله على أخونا سال، خلونا نكون شوي واقعيين شوي. يعني إمتى شفتوا سال هل مستحي منكم مثلا، هل سال مستحي منكم يقول والله أنا مسيحي وبشر؟ يعني شو هالحكي هذا؟ لأنه والله تعاطف مع حرائق ولا تعاطف مع ترامب سويته مسيحي؟ والله عيب يا جماعة.
لسه على فلان ساوى فلان وفلان ما بعرف يعني شو 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 عفتوا انتوا لل سال هو انسان عنصري، طيب ليش عم تتابعوا؟ خلص لا تتابعوا خلصت الحكايه يعني. يعني انتوا الشرفاء اللي ما انكم عنصريين وسال هو العنصري؟ انتوا كلكم ما شاء الله يعني مربطين مثل ما بقولوا على طبق من ذهب وسال عنصري؟ وفلان ما بعرف عنصري وفلان عنصري، مو عيب هالحكي هذا يطلع كله. يعني انا بصراحه ما كنت حابب ادخل في هالموضوع هذا، واليوم جاييني والله فلان عنصري وفلان عنصري، مو عيب هالحكي هذا. طب شوفوا حالكم اول شيء، شوفوا حالكم وبعدين تعوا حالك العالم. يعني بصراحة شيء معيب، شيء مخجل انه نصل في هالمرحلة هاي. والله يعني ما بعرف، يعني شفت في احد الاخوة طالع لي فيديو ضد واحد تاني، واحد تاني عم طالع فيديو ضد واحد تاني. انت اليوم جاي تنتقد العالم، انت اليوم اي ملحد فيكم، اي ملحد فيكم يعني إذا شاف مثلا واحد عنصري ملحد آخر عنصري، هل لازم مثلا نجي والله نتحارب مع بعض؟ ولا نحن متعودين على شيء عرب جرب؟ يعني العرب جرب وقولوا عني عنصري وطز وطز، ما نسائل في حدا، أنا أكبر عنصري، اللي بده يتابعني أهلا وسهلا، واللي ما بده يتابعني أهلا وسهلا، بدي يصير صديقي أهلا وسهلا، واللي ما بدي يصير صديقي أهلا وسهلا. الثقافة العربية النجس الحقيرة الوضيعة شايفينها نحن قدامنا، لسه فلان مطالع فيديو على فلان وفلان مطالع فيديو على فلان، مثل النسوان اللي بقعدوا ما لهم شغلة ولا عملة غير ببيوتهم، فلان اتطلقت وفلان اتجوزت وفلان حبلت وفلان خريت وفلان شخت. طب أصدقائي احتمال يدخل معنا أخونا وائل، بالضبط أمين عم بيقول أمين ليس هناك إنسان مقدس أو أفكار مقدسة لمزاز الغضب. أنا بصراحة ماني غضبان إلا على الناس اللي عم بتجيب كل زبالة الأديان وبتحطها بالألحاد هي، يعني كل ثقافتهم الحقد، وهذا عنصري وهذا ما بعرف شو، هذا مندس وهذا عميل وهذا مخابرات وهذا شو بكم شو بكم. يعني طالع لي سامي مو عيب، يعني واحد عم تقول عن رياض مخابرات، شو هالحكي الفاضي هذا؟ يعني بصراحة أنا ما بدي أحكي أسماء، بس الطرف الثاني كمان ما عم بيقصر ما شاء الله، يعني الطرفين، هذا بده يساوي الدنيا كلها ملحدين، ولازم يكون الإلحاد طالع
دبغة من تحت بيزو، وفلان مساوي هذا جاسوس، وفلان مساوي هذا ما بعرف شو. شو بكون انتو؟ شو بكون؟ لك لا، بيجي لك واحد كمان ما سد على الله، واحد عطوه كم لايك في الفيسبوك ولا باليوتيوب وصار عنده شوية مشاهدات، مفكر حاله صار الله وصار بده يدخل كل الناس تحت فكره، مفكر حاله صار شيء قيادي، صار شيء ما شاء الله مشعل فكري. سيد رياض، اخونا رياض، عم بقول شكلك انقلبت ضدي يا محبوب، ما بعرف ليش لمحت اللي بحلقتك، مستغرب لسه البارحه حاكين. يا رياض انا ماني انقلبت ضدك ولا انقلبت معك، ولكن التصرفات اللي عملتها كلها غلط بغلط، وشايف النتيجه يعني تصرفاتك كلها غلط بغلط بغلط بغلط. يعني قلعت سامي، قلعت سارة، قلعت ما بعرف، خاصمته لرمضان، خاصمته لسال، أهنتني إهانة يعني أنا ما راح أقولها أمام الناس. وبالنهاية يعني أنا لم أنقلب ضدك، أنا لازلت أحبك، ولكن أنا قلت لك ثقتي فيك انهزت بكل معنى الكلمة. وبصراحة بجد ما كنت حابب تطلع على 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 أي شيء، ما كنت حابب نحكي بهالموضوع هذا نهائيا، ولكن للأسف شفنا اللي صار. أنا ماني ضد حدا، ماني ضد أي شخص، ولكن أتمنى من أصدقائي وحبايبي إنه يكونوا قد المسؤولية. هاي شغلة نطالع على بعض فيديوهات، خلينا نوقفها إن كان من كل الأطراف، ونعرف معنى الآخر، نتقبل الآخر. ما كنهار نطالع والله فلان عنصري وفلان ما بيفهم وفلان بيفهم وفلان هذا هيك لازم يكون الملحد وهيك لازم يكون الملحد. يا جماعة لسه ما طلع لنا صوت، لسه ما شمينا يعني هوا. إذا من الآن طيب خلونا نرحب بأخونا وائل. أهلا وسهلا فيك وائل. أهلا بك حبيبي زين، تفضل وائل تفضل. انا مقدر العصبيه اللي انت فيها وعلى فكره لو رياض فهم كلامك ده ان انت ضده او ان انت انقلبت، بالعكس هو الكلام واضح جدا ان انت بتحبه ومش عايز صورته تتهز، وكون صراحتك وشجاعتك ان انت تتكلم وهو موجود على الشات وانت عارف ان هو موجود على الشات وتقول له يا رياض انا ثقتي بك اتهزت، دي شجاعه ادبيه طبعا انا بحترمها فيك وبحترم اي تنويري لو هيتكلم الواحد في شخصه قدامه ما احترمتش اللي يتكلم في ظهر التاني، ما امين يعني كل ده مرينا بيه وشفناه. جان انا كنت حابب اطلع معاك وكنت كلمتك من شويه النهارده ومن امبارح بحاول اتواصل معاك. احنا اللي بيحصل دلوقتي في اصحاب الفكر التنويري اللي هم يعني كان ليهم فضل علينا وانت واحد منهم، واخويا رياض واخويا سامي واخويا سال واخويا احمد حرخان واخويا اسماعيل، الناس دي كلها بالنسبه لنا احنا كجمهور انتوا منابر بالنسبه لنا، يعني انتوا الاساس، يعني انتوا علمتونا كتير، فما ينفعش نشوفكم، بتكلم بصفتي واحد من جمهوركم، ما ينفعش نشوفكم بتبصروا كده في بعض، كلكم اخواتنا الكبار وكلكم اساتذتنا، بتهز يعني غير ثقتكم ببعض ثقتنا احنا فيكم، فعايزين شويه شويه يبقى في يعني زي ما بتقولوا ايه شغل اكاديمي، لو في لوم من مدرس ومدرس ما يبقاش قدام الطلبه، يبقى اللوم في اوضه المدرسين جوه، تتكلموا مع بعض على الخاص. انا انزعجت جدا جدا اليومين اللي فاتوا ان
استاذ رياض عمل فيديو، واستاذ سامي عمل فيديو، واستاذ سال ايده في التكست والتعليقات، يعني حاجه بتقسم الجمهور. عارف انت الاهلي والزمالك بتقسم جماهير الفكر الحر، وده شيء مش مطلوب اصلا. يعني احنا اصلا لوحدنا قليلين، ولوحدنا بعيد عن بعضنا، وبنحاول نتجمع عشان نقوي بعضنا ببعضنا، ونعمل دعم نفسي لبعض، وان احنا نقرب من بعض، ونحس ان انت مش لوحدك يا جان، وانت مش لوحدك يا وائل، وانت مش لوحدك يا فلان، في كتير حواليك كده. وبرنامجك انت اصلا الغرض منه ان انت تبين للناس ان احنا كتير. انما تقسمونا ليه فرق؟ ليه تقسمونا فلان تبع فلان، وفلان تبع العرب، وفلان تبع الامازيغ، فلان تبع كذا، فلان تبع كذا؟ التقسيمات دي كلها بتضر قضيه النشر. انت عشانها عملت قناتك وسبت شغلك وقعدت، وعشانها رياض خرج من قناته، وعشانها استاذ سامي عمل وقت كامل، فراغ كامل للقضيه دي، واستحمد حرقان نفس القصه على نفس الخطر عشان يظهر يعمل كده، وفي الاخر بتخسره. بتخسروا الرساله اللي انتوا عملتوها، رساله التغيير لازم تبقى رساله متحده كلنا. هروح عند جان عشان جان بيتكلم في حته فلانيه، اوكي هروح عند مدرس العربي مدرس انجليزي، انتوا كده، انتوا بالنسبه لنا كده. جان بيعرفني باخواتي الجداد في جرب الحياه. رياض بيشرح لي في المسيحيه، استاذ سامي بيشرح لي في الاسلاميات، استاذ ابو الحكم نفس القصه طبعا، استاذنا في الاسلاميات، وهكذا. هي مدرسين منفصلين، مواد منفصله، ليه تعملوا مشاكل بينكم؟ ليه؟ يعني ده اللي انا مستغرب له، ده اللي انا زعلان عشانه. وانا عملت فيديو امبارح، كنت عند الاستاذ رياض في قناته بنتكلم في موضوع، وعملت مبادره هناك ارجو الاستجابه ليها، ان احنا نوحد صف التنوريين دول، الاساتذه بتوعنا دول كلهم يتوحدوا عشان يخدموا القضيه ويخدمونا احنا معاكم. يعني انت احنا اللي بنتضرر مش انتوا. ارجو بس يكون في اكتباس فيك يا استاذ جان. أكيد أكيد، أشكرك أخوي وائل، أشكرك جزيل الشكر. طبعا احتمال يدخل معنا رياض هلا في أي لحظة، أرحب فيه بكل تأكيد. وطبعا مثل ما قلت، يعني نحن المفروض نكون أوعى من هيك، ورح نكون أوعى من هيك، ونحن أوعى من هيك. ولكن بدنا بدأت هالقصة هي وهالمعمعة هي تنتهي الى الابد يعني، وراح ننهيها اكيد يعني. عمر حبيبنا عمر، تفضل. تحياتي لك اخي جان، وتحياتي لكل المشاهدين والمستمعين لنا. عمر هلا بيك، تحياتي لك يا اخوي وائل. اسف عمر، انت عارف استاذ جان امبارح كان معانا استاذ عمر، طول الحلقه بقول له عمر، طول الحلقه بقول له عمر، بسيطة. مش عارف انا جاي معايا عمر. تفضل يا عمر، ازيك؟ حبيبنا تسلم. صدقا يعني انا الموضوع هذا كثير يعني عاملنا ازعاج، يعني وخصوصا احنا يعني خلينا نحكي نعتبر الاخوه جميعهم كمثل اعلى لنا. يعني احنا لساتنا خلينا نحكي ما عندنا الجرأة ان نطلع بوجوهنا، ولا نطلع نعمل زي ما بتعملوا انتوا وبتنوروا هالناس وبتحموا الناس من الخرافه. لكن انا الفكره اللي حبيت اوصل لك اياها اخوي جان وللجميع، طبعا في فرق كبير ما بين انك انت تكون ملحد وفي انك تكون انت مرتد عن دين واحد. تمام؟ لما تكون انت ملحد يعني انت ملحد في كل شيء، اما لما تكون انت مرتد عن دين معين ماشي بس بتهاجم هذا الدين. احنا هذا الحكي ما بدنا نوصل له، احنا اللي بدنا نوصل له احنا نضحض جميع الخرافه بكل اشكالها وكل الوانها وكل انواعها. عمر حبيبي معلش، خلينا ناخذ معك عمر اسف، يعني خلينا ناخذ نعطي مع بعض بالحكي. اليوم مرتد عن دين واحد، اوكي، هل انا وانت كملحدين علينا يعني هو تحت وصايتنا حتى نقول له لا لازم انت تكون ملحد كامل ما لنا علاقه فيك؟ لا 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 لا، انا ما عندي مشكله مع اي انسان. يعني شايف المسلم يجي يسلم علي يكون معي محترم، انا مستعد اني احضنه واخذه لوين ما بده، بطلعه معي للشمس، ما عندي مشكله. بس انا مشكلتي انه لما انت تطلع من مثلا خلينا نحكي فرضا طلع من الاسلام، صار يهاجم الاسلام، حلو، بعدين تيجي تحكي معاه على موضوع تاني يهجم عليك هجوم خرافي. يجي مثلا انت بدك تحكي مثلا نحكي عن اليهوديه، بدناش نجيب سيره الناس الثانيه، بدنا نحكي عن اليهوديه، بيجي تحكي له اليهوديه مثلا هيك هيك عملوا فينا احنا كفلسطينيين، ما بتشوف اللي هو هجم عليك ولا او هذول ملاح وهذول مش ملاح وهذول كويسين وفوقهم وتحتهم؟ ما بصير انت كانسان يا عمر. حبيبي عمر، نحن بصراحه لازم نفهم شغله،
نفهم شغلة، إنه الثقافة الإسلامية اللي حطتنا في وضع رديء جدا 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 اللي يخرج منها. يعني أنا بشوف كثير ناس مبهورين بإسرائيل، مبهورين بترامب، مبهورين بلا 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 بلا. هي يعني نحن لازم أنا وأنت كواعين على أساس نفهم نفسيتهم لهالناس، هي نفهمهم الحقيقة بدون ما نتهجم عليهم. يعني مثلا واحد قال انا اكره العرب الغزاة اللي طلعوا من شبه الجزيرة العربية وهاجموا بلادي ودمروا اهلي، وانا فلان، هي قوميتي. هذا الشخص هذا ما هو انسان سيء صدقني، ولكن الظروف الرديئة السيئة وصلته لهالمرحلة. نحن نقدر نفهمه وحدة تنتين ثلاثة، يا اخي اوكي العرب اللي طلعوا كانوا كمان عندهم وضع يعني اقتصادي وصحراوي وعادات وتقاليد، هاي ظروف الحياة الإنسانية. يعني ممكن نفهموا يعني مثلا إسرائيل بكثير ناس شباب ملحدين منبهرين بإسرائيل ويمدحون إسرائيل ليل نهار، وهذا شيء غلط. يعني اكيد شيء غلط، يعني ما معقول انه نمدح دولة اصلا قائمة على اساس فكرة دينية. ما ممكن نمدح دولة تقتل ولو قتلت شخص واحد ولو عذبت شخص واحد، يعني مهما كانت يقولوا لك انه والله علميا واحد الديمقراطية، واحد ديمقراطية لنفسه، مو للناس اللي عذبتهم اللي قتلتهم اللي على دماء شعب كامل صارت. فمنبهرين فيها، هل نحن نجي نعادي هالشخص لأنه منبهر بإسرائيل، ولا نجي نفهمه شو وضع إسرائيل؟ وممكن تأخذ معنا سنين، مو بيوم وليلة والله حديث واحد ويفهم، أكيد ما راح يفهم بحديث واحد. هاي الفكرة عم تخطر حبيبي. انا مع انا لحظه شوي اخي، انا معك 100%، بس انا اللي كنت احكي فيه انه بدايه احنا بدنا نفهمه انه هذا الحكي واحد اثنين ثلاثه، وطبعا هو مش شرط انه يقتنع بفكرتي، يمكن هو يدور يبحث في مكان تاني يشوف الفكره الصحيحه، انا ما بفرض عليه رايي. بس انا اللي كان مزعجني انه الهجوم المضاد لك، مثلا تيجي انت تفهمه واحد واحد، عمله هيك، سووا هيك، في هيك، الكتاب هذا بحكي هيك، المصدر تبعه من هون، المصدر تبعه من هون، بيجي بحكي لك لا انت فاهم غلط. هيك صفينا احنا، رجعنا على نفس الخانة الاولانية انه لا يمثل، تمام، لا يمثل الاسلام، لا يمثل اليهودية، لا يمثل المسيحية، عرفت علي؟ رجعنا لنفس الخانة الأولانية. هلا صار عندنا الصعب انك انت توصل الفكرة الحقيقية للناس، فاحنا هذا احنا اللي بنطلبه، احنا بنطلبه منكم انتو، لانه انتو صوتكم مسموع اكثر منا، صوتكم مسموع يعني بتأثروا على الناس، خلينا نحكي الناس إلها ثقة فيكم، عرفت علي؟ انا واحد من الناس، ثقتي عمياء فيك جان، ثقتي عمياء في اخوي رياض، تمام، يعني انا بحترمكم وبحبكم جدا يعني، واول حدا حكيت معاه في موضوع الحادي انت، وكان يعني فخر الي يعني. فهذا الاشي يعني اللي بخلينا يعني الامل الوحيد فينا انه احنا ننور اهالينا، ننور اخواننا، نفهمهم الصح من الغلط اللي هو انتو. فبتمنى انه ما يكون في اي خلافات بيناتكم، ويعني وتلموا الصف يعني، عرفت علي؟ هذه هي اخوي أكيد جان. أخوي عمرو، يعني نحن راح نلم الصف والصف ملموم، ولكن يعني بدها شوية شفافية أكثر. ويعني أنا مثل ما قلت، أنا رأيي ليس الرأي النهائي، إنه كل الناس اللي فيها معها أخطاء، ولكن لازم ما نتهجم على أخطاء الآخرين. ومهما كان كل إنسان فينا فيه أخطاء، الخطأ يعالج وليس يهاجم. فأنا مشكلة الهجوم، مشكلة يعني الهجوم العلني هذا هو اللي بصراحة أرقني، وأنا خلاني أحكي بهالموضوع هذا، ولازم نلم الموضوع. يعني تفضل وائل، تفضل. طبعا هو نفس الموضوع اللي أرقك، ان هو الهجوم العام ده هو اللي أرقنا كلنا. بس عايز اقول لك على حاجة برضو، يعني لن أبرئ نفسي، انا وغيري من جمهوركم ساعدنا على اشتعال الفتنة دي. يعني انا واحد من الناس شجعت رياض لما اتكلم في حق العرب، لما اتقال ان العرب ما اعرفش ايه وايه وايه، شجعته. انا غلطان في دي، لازم اعترف بدي، وفلان غيري غلطان لما شجع استاذ سامي انه اشتم في رياض. احنا كمان
بس ده من ساعتها انتوا عملتوا استقطاب، انتوا عملتوا كل واحد فيكم بيعمل بيحاول يعمل استقطاب او تثبيت لجمهوره او تنقيه لجمهوره على حسابنا احنا، انتوا بتفرقوا بينا ما بتجمعوناش. لازم تاخد بالكم من الحكايه دي كويس جدا. المشكله مش فيك انت يا جان هتكسب 1000 متابع جديد، لا انت خسرت 1000 متابع تاني من بتوع رياض. المفروض ان جمهورك وجمهور رياض جمهور واحد، انتوا مدرسين في مدرسه واحده، طلبه واحد، الماده اللي شغالين عليها واحده. احنا انتوا قسمتونا ليه؟ قسم يعني انتوا، بس احنا السبب برضو، احنا معاكم وساعدناكم في حاجه زي كده، احنا عملنا استقطاب. يعني انا طبعا انا مش محتاج ان انا اعرف واقول لرياض ان هو صاحب فضل عليا واخي وهو اللي وراني السكه في التنوير وكل الكلام ده كله. رياض عارف مقامه عندي قد ايه وعارف قيمته عندي قد ايه، نفس القيمه دي ليك انت يا جان. انا عارف رياض، عارف تعطيك انت في برنامجك انت، وانا كده قلت لك النهارده في المكالمه الخاصه اللي قلت لك، انتوا ليك ناس ليكوا قيم عندي، يعني اسماعيل واحمد حرقان وجان واخويا الحبيب سال والناس دي كلها. انما برضو احنا اصبحنا عاملين زي المتدينين، كل واحد ماشي ورا الشيخ بتاعه ماسك فيه، اللي يجي الشيخ بتاعي هموته. فبرضو الجمهور غلطان، انا مش هبرأ نفسي ولا هبرأ، مش هبرأ نفسنا من الموضوع ده كلنا. هو المشكله هون اخوي وائل، يعني انه نقف بصف واحد منهم. يعني انا بصراحه الاخين عزيزين سال عزيز علي، اخوي رياض بحبه بصراحه بشكل عجيب، يعني وانا هو بيعرف المساله هي، وسامي صديق اعزه واحبه واحترمه، رانيا اعزها واحترمها، ساره. يعني المشكله انه يعني انه قدام الناس طرد، وبعدين اكيد يعني اكيد انا يعني سامي ولا غير سامي اكيد راح يكون عنده ردة فعل، يعني شيء طبيعي يعني. لكن يعني نحن اللي عنده منبر عم يحكي قدام الناس انه يعى هالمسألة هي، يعى هالمسألة انه ليس كل من امامك هو يتفق معك مليون بالمية، ليس كل ملحد هو من نفس الخبره اللي عندك انت. احنا اول ما تعلمنا منك يا جان نفس الالام اللي انت حاملها. مثلا واحد شرقي ملحد من السعوديه خلينا نقول، ما عنده مساله انه العربي اللي قتل لي اهلي ونساني لغتي. تجي عند واحد كردي مثلا في عنده هالمساله هي، في عنده هالمساله القوميه. ليش؟ لانه مضطهد قوميا. تجي عند الامازيغي مضطهد قوميا، ف فبتكون عنده النزعة عالية شوي، فما لازم نحن نهاجمها ويعني نطالعها من برات الصف لأنه والله عنده النزعة هاي بحكم تربيته بحكم خبرته بالحياة. أهلين رياض، أهلا وسهلا رياض، تفضل. تحية سلم على أخي جان، ما بعرف إذا الصوت، أنا مش بالجهاز. صوتك جيد، تفضل. برحب فيك وتحيه لك، وبدي اخبر الناس انه جان مثل اخويا بالضبط، ما في اي فرق. يعني النوبات تصير خلافات عاديه، هذه اتس فيري نورمال، يعني طبيعيه كثير، وبحترم رايه طبعا شيء اكيد، وهو مثلنا في طريق التنوير والالحاد. انا طبعا ما راح اطولها كثير لانه ما عندي كثير وقت، لازم ارجع للشغل، بس هي رساله موجهه الى الفيديو اللي عملته قبل تقريبا 4-5 ايام بس، اللي هي مشروع السلمي. المشروع السلمي انه انا كانسان ايضا تعلمت اشياء كثير من اليوتيوب او تجربتي على اليوتيوب. انا جاي من دخلت في الالحاد في دوله اجنبيه طبعا، وتعلمت على يد الكتب اللي قراتها لريتشارد دوكنز. هو لا يحمل لقب نبي او رسول كما يحمل ذلك اللقب فلان والنبي فلان والنبي فلان، لكنه انسان متزن، واعتبره مثل ما يقول احمد حرقان مثلا. شو بتقول جان؟ بتقول اتمنى كل الملحدين مثل احمد حرقان. فهذا الشيء نفهم، اللي يسمعك لاول مره بيفهم دغري شو بتقصد اتمنى كل الملحدين مثل احمد حرقان. نفس الشيء لي بقول اتمنى كل الملحدين مثل ريتشارد دوكنز. ريتشارد دوكنز اللي ما بيعرف يميز، ما بيقول لك انه دين احسن من دين، ما بيطلع بقناه فضائيه، ما بيشرفه اصلا انه يطلع بقناه فضائيه دينيه لديانه معينه على حساب ديانه اخرى، ما بيلبس قناع، ما بيكحل القبيح ويجمل القبيح. فهذا المقصد بريتشارد دوكنز وداروين عليهم افضل الصلاه والسلام. يعني هاي نكته احنا نقولها عاده بننكد بيناتنا عليه افضل الصلاه. انا بصراحه انا مقدر وافهمك تماما شو عم تقول، ولكن المشكله نحن شعوب ما وصلنا لمرحله
ثقافة الإنجليز أو المتربي فيه، يا ريتشارد داكوينز وغير ريتشارد داكوينز. هون المشكلة، المشكلة نحن من خلفيات مختلفة. أنا ما كنت عارف خيجان، أنا كنت مفكر إنه الشرقيين وما فينا والعرب، الشرقيين والشمال أفريقيين على اليوتيوب وصلوا. ما دام أنت خبرت عن نفسك أنك ملحد يا فلان أو يا فلانة، أنا كنت فاكر أنه أنت أدى المسؤولية، لأنه الإلحاد مسؤولية. إحنا حاطين أنا وجان برو مثلاً حياتنا معرضة للخطر. أنا ممكن أطلع بالشارع يطلع لي واحد مجنون صلعومي أو شوف من أي كاره أو أي حاقد، وممكن يسبب لي أذية أو يسبب لأهلي أذية. ف أنا ما عندي أي مصلحة. ونفس الشيء خي، يعني ليش أنا بحترم جان برو؟ لأنه هو كمان ما عنده مصلحة باليوتيوب. مثل ما قال بداية البث، أنا تابعت أول البث، أنه نريد أن نساعد أهلنا، وأضم صوتي إلى صوت جان برو، أنه نريد نساعد أهلنا وقرائبنا يتخلصوا من، بيقول عليها سام هاريس، القنبلة الموقوتة. يعني في قنابل بتنفجر أول ما تطخ بالهدف بتنفجر. وطبعا العراقي والسوري هلا صرنا خبراء بالاسلحه وبالقنابل والتفجيرات، لانه اكلينها اكثر شيء احنا ما اكلينها. وفي قنابل لا، بتصبر شوي بتصبر شوي بتصبر شوي وبعدين بوم فجاه نشوفها كارثه. القنابل الموقوته في الاسلام موجوده طبعا شيء اكيد، وممكن يكون اليوم مسلم معتدل بكره تنفجر القنبله لانه مزروعه فيه البذره وينفجر باي لحظه. فحتى لو كان المسلم اليوم شكله مسالم أو شيء يقول عن نفسه أنه وسطي أو يقول عن نفسه أنه مدني متمدن ممكن بأي يوم يقلب. أنت شفت الدواعش اللي عنده الجنسية البريطانية واللي عنده الجنسية الكندية واللي عايشين second generation third generation، والكل متفاجئ. I can't believe it، هذا الداعشي جاي من بريطانيا ولهجته شو لهجته إنجليزية، بيحكي أحسن من ريتشارد دوكنز بالإنجليزي، يعجبك ودارس بأحسن مدارس. طيب احنا عارفين، واحنا بدنا نساعد اهلنا انه يطلعوا من هذه القوقعة. هلا going forward، انا اعتذر لكل شخص اساء فهمي، احب بس يعني احط النقاط على الحروف. رياض الخزرجي ملحد، يطلع لي واحد يقول لي كان انت كنت ربوبي، اي ما يخالف، احنا كنا لا دينيين، يعني هذا القصد، لا ديني وملحد. نعم انا ملحد لا ديني، لا اعترف باي ديانة من الديانات. بطبيعة الحال نركز على الديانات المسمات بالإبراهيمية، لعنة الله، لعنة دوكنز على إبراهيم، هو السبب أصلاً ما كان في إبراهيم أصلاً، اللي بده يعرف التاريخ. مجنون معتوه، سمع صوت هو ونايم ماكل شوية كبيس أو مكدوس، قال لك روح اذبح ابنك، اشتهر صار popularity. المهم فنركز على المسيحية عن نفسي، لأنه بعرف خطورة المسيحية. كتير ناس ناسين ان انا متزوج من مسيحية، ناسين ان انا كل يوم خناقة وبالقنادر مع مرتي بسبب المسيحية، بيطلع على فيديو بالغلط على قناة، تقول لك رياض ولا خير خير شوفي لك شو منيل ابني على عينك. رياض حبيبي تعرف انا مشتي اشوف لك فيديو انت عم تحكي على المسيحية وتجيك الاندرة هيك من ورا درومي مارعتك. لا صايرة، إذا تشوفني شي يوم على عم بحكي البث مباشر على المسيح وفجأة الكاميرا عندي انطفت وفجأة الصوت اختفى، هاي معناته جاي لي نعال من مرتي. لك رياض لست وحدك، لست وحدك. اي تقول لي كم مرة نبهى عليك لا تجيب سيرة المسيح. فعلى أي حال أنا بس بدي أقول أنه إذا سأل زعلان مني سوء تفاهم، أنا مستعد أني أطلع وأجلس مع أخونا، ويظل أخونا، شوف رغم ذلك رغم الاختلاف بيظل أخي وبيظل عراقي، بكفي أنه عراقي بالأصل ولو هو ما أعرف، بس أنا بالنسبة لي يعني عراقي وإنسان مسالم ما عندي مشاكل. وحتى سامي التونسي ما عندي مشاكل، مستعد أجلس معهم وأنا أقولها على الهواء قدام الناس كلهم. رياض حبيبي رياض، أنا أعرف وقتك ضيق وأنا أشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا. أنا بصراحة يعني كلكم أخوتي كلكم أحبائي، إن كان سال ولا سامي ولا سارة ولا رانيا، كل الأصدقاء يعني أنا شايف إنك صح ممكن تختلف معهم كتير وقليل، وكل إنسان بيعتبر رأيه هو الصح طبعا بكل أكيد، لو يعتبر رأيه هو الصح ما كان قال رأيه أصلاً. فأنا بصراحة كأخ لك
وانا قلت لك بالخاص وبالعام اقول لك يا انا احبك ما زلت احبك، ولكن الثقه انت تبنيها يا رياض وليس غيرك انسان يبنيها. يعني مهما حكينا وحبينا بعض ولكن الثقه انت تبنيها بافعالك. انا بصراحه مساله انه طرد سامي ولا رانيا ولا ساره كانت مساله كثير صعبه علي انا كشخص مراقب يعني كمتابع لك وللاصدقاء، انه يعني فهل هالمساله هي مثلا خلينا نقول النقد الجارح او المواجهه مع رمضان اخونا رمضان ولا مع سال، يعني كان بصراحه بالنسبه لي انا يعني شيء يعني ثقيل علي بصراحه. انا اتمنى منك رياض وقدام كل الناس اتمنى تعتذر منهم واتمنى هن كمان يتقبلوا وكلاتنا اخوه، وانا مستعد اجيب كل الناس هاي اللي كانوا نعمل حلقه سوا هون وما بدنا اي تدخلات خارجيه مثل ما الاعتذار يكون متبادل. انا رياض الخزرجي انا عارف حالي على يعني ليس تكبرا بس مسؤول عن نفسي ومسؤول عن تصرفاتي. إذا أنا عامل شيء غلط لما يطلع واحد يقول أكره العرب الجياع الحفاي العطاش، ساعتها ممكن أقول أنه أنا اللي غلطان مش هو، لكن أنا عارف أنه الصح صح والغلط غلط. الاعتذار يكون متبادل، يريدون رياض الخزرجي يعتذر هو أيضا يعتذر، زين فما عندي أي مشكلة، هذا يعتذر وأنا أعتذر ما في أي مشكلة. يعني رياض المشكلة لما يكون واحد ضيفك يعني مهما حكى اصلا لا يستحق الطرد. انا برايي مهما كان انت مستضيف شخص لا يستحق الطرد حبيبي. احنا الشغله الثانيه معلش انا مو دفاعا عن سامي ولا دفاعا عن اي شخص، ولكن هو لما قال العرب الحفاة العراة هم الذين خرجوا من الجزيرة العربية، ولا يقصد العرب الموجودين حاليا او العنصر العربي. لا هي نظرة هي واضحة، هي حتى اللي كان يعني مع احترامي لعمره 6 سنين بفهم على الطاير، لانه مش اليوم والبارح. انا عمري اكثر من 6 سنين وما فهمت الا فهمت بشكل ايه لازم تتابع كلامه تتابع فيديوهات. يا رياض انا استضفت سامي اكثر من 7-8 حلقات بصراحه يعني، وانا افهم ما يقصد بالكلمه. يعني هو لا يقصد العرب الحالي، ودائما يقول انا احب السعوديين انا احب العرب، ولكن العرب الغزاة الحفاة اللي طلعوا من شبه الجزيرة العربية وغزوا بلادنا، وأنا أؤيده في هالنقطة هاي وأقول عنهم عرب جرب 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 صراحة. يعني يعني مشان ما ناخذ كثير بالموضوع، الرجل لم يقصد العرب العنصر العربي لأنهم عرب فقط. يعني اي ما اعرف ليش قال عرب السعوديه. طيب ما كان في سعوديه قبل 1400 سنه؟ يعني شو بدي اسميه يعني الجزيره العربيه. طيب هو يرجع لك كمان يعني على اي حال انا هذه راح نتركها جانبا. انا عن نفسي فخور جدا بعروبتي. اغلب الناس اللي على اليوتيوب من قوميات مختلفه ونحترم جميع القوميات. في عندك الامازيغي وعندك الكردي وعندك اللي عامل حاله فرعوني، ففي فرعوني وفي كردي وفي سرياني وفي امازيغي، اكثر اثنين هم الامازيغ اعتقد. بس انا عن نفسي بحب جميع الاطياف وجميع وما عدل طبعا، لان انا دارويني مثل ما انت قلت بدايه الحلقه، الجينات مشتركه مع الديدان والصراصير والبطاطا والجزر وما في اي فرق، فلذلك من السخافه ومن السذاجه جدا ان يكون الانسان عنصري بهذا الزمن، وخصوصا بعدما يدرس دراسة جيدة ويفهم المفهوم السليم للداروينية. فلا توجد هنالك عنصرية، كلنا أخوة وأخوات. رياض هون الفكرة أنه كمان مثل ما قلت أنه نحن من ثقافات مختلفة. الأمازيغي يعني يكفي أنه نسي لغته ما بيعرفها، فبيكون عنده يعني مضاعفات زيادة اللي عندك وعند غيرك. أنا ككردي بصراحة أنا لو أتكلم بالكردية هلا كان أفضل لي، ولكن المشكلة أنا لا أعرف الكردية لغتي الأم، لأنه العرب كان هم ضيعوا لي لغتي. وأنت بتعرف سياسة التعريب اللي انتهج حزب البعث، مثلا حزب البعث العربي الاشتراكي. فكل شخص حسب خلفيته، يعني نحاسبه حسب خلفيته. ما
لاحظ الآن على التكست عندك مسبات وشتايم من اثنين أمازيغ، واحد اسمه جاست ثينك والثانية مسمية حالة رانيا، رانيا الجزائرية ما غيرها. فانتبه على هذول اللي عندك بالتكست، وهذول هم سبب المشاكل صراحة، هذول هم اللي بيزرعوا التفرقة بيناتنا للأسف الشديد. فرجاء احذروا مثل هذه الشخصيات، احذروهم فاتحين فيسبوك على أي حد. بس كلمة أخيرة، أنا ما عندي وقت. المشروع السلمي هو كالآتي: أنا عن نفسي سوف أستمر في مشروعي التنويري، حلقات عن مثل ما عودتكم، أشياء علمية، أشياء دينية، أشياء فلسفية. أنا أنتقد جميع الأديان، فأكيد راح تشوف انتقاد للمسيحية، انتقاد للإسلام، انتقاد لليهودية. هذه راح تستمر. ما راح أتطرق إلى الشباب الجماعة الثانيين، هم كل واحد حر. أنا تعلمت أشياء كثيرة من خلال اليوتيوب. اليوتيوب علمتني مع من أتعامل، نوعية الأشخاص اللي جاي أتعامل معهم، وأنا من النوع اللي أتعلم بالوسائل الصعبة. يعني بعد ما أشوف بنفسي، أو مثل ما يقول لك لا تلعب بالنار أو تحرق صبيعك هذا، فأنا انحرق مو بس أصبعي، انحرق نعالي وسروالي وكل شيء انحرق. بالك لا تنحرق العدة يا العدة كلها. فأنا ما عندي مشكلة مع أحد، نحترم. وأنا أيضا لا تنسون أنه حرية، أنه أيضا حرية أني أنتقد تصرف أنا يمكن شايفه غلط، ويطلع لي شخص مثلا تكلم معي جان برو قال لي يا رياض أنا لو منك نصيحتي الأخوية على عيني وعلى راسي فهمت منه دغري هو شو بيقصد، أنا ما كنت شايف منيح وهو خلاني أشوف أفضل. وجان عنده خبرة أكثر مع تعامله مع الشرقيين عموما. أنا عن نفسي تركت وأنا لسه يعني 17 سنة، وبقيت حياتي كلها في الغربة في إنجلترا وفي كندا، ويعني تعامل مع الغربي أكثر مما أتعامل مع الشرقي. فأشياء كثيرة تعلمتها من التجربة هذه على اليوتيوب للناطقين باللغة العربية. وحقكم علي قدعان إذا أنا زعلتكم، ما أقصد، هو كله نقاش. ولا يهمك رياض حبيبي، رياض ولا يهمك. على كل حال أنت تابع بما عم تعمل فيه، وخصوصا نقد المسيحية، أتمنى لك التوفيق. وكما اتفقنا يعني أنا أتمنى منك ومن كل الأصدقاء يعني نبتعد عن التشخيصات ونبدأ من جديد، واللي بده حابب يكمل بموضوع التشخيصات يعني مثل ما بقولوا يعني خلي مواله لحاله. اي انا عن نفسي ما راح اتدخل يعني going forward، وهذا وعد شرف امام الجميع. وجان برو انت شاهد، ووائل، وطبعا حبيبي موجود عمر، اسف عمر ما داخل انا على السلو، جهازي المحمول حتى ما دا اشوف مش شايف الشاشه. بسيطه حبيبي، تحياتي لعمر صديقنا. نعم، الوعد هو أني لن أتطرق إلى الأشخاص الآخرين، هؤلاء المعروفين لم أتطرق إليهم. هم إذا حابين يستمروا في ما يريدون هم أحرار، وأنا عن نفسي خلاص mind my own business مثل ما يقولون بالإنجليزي، mind my own business and do what I have to do. والقناة مفتوحة للجميع، أهلا وسهلا، وطريق التنوير مستمر. وأيضا جان برو عزيزي وصديق وأخ عزيز، ونحن أيضا إخوة. وأشكرك على إتاحة الفرصة خي جان، بعد خلاص ما عندي شيء تاني أقوله، تفضل. حبيبي رياض أشكرك جزيل الشكر، أشكرك جزيل الشكر. طيب عندك شيء مداخل يا أخوي وائل؟ لو تبعت التكست اللي اتكلم عليه رياض على أشخاص، هتلاقي برضو في أشخاص راحة تانية بيشتموا في بعض، يعني لذلك أنت عليه إن إحنا نفسنا. على فكرة أنا أتمنى من الأصدقاء المتواجدين يعني جاست ثينك ولا أي شخص آخر، اتمنى منكم يا جماعه يعني لا تحموا الطبله، يعني اتمنى منكم تهدوا اللعب، وهالشتائم هاي لا تنفعنا لا من بعيد ولا من قريب. يعني بالضبط كده، انا في تصل الى مرحله العقلانيه. يعني رياض الرجل عم وعدنا انه ما في اي مشاكل، ما راح يسوي اي شيء. اتمنى كمان انكم انتم كمان تتعقلنوا، لانه اذا تميتوا انتم تشتموا، طبعا رياض ما راح يرد كمان، وانا متاكد ما راح يرد، وانتهت مساله الرد هي. فاتمنى كمان تخففوا ويعني بلاها الشتائم حتى نكمل مشوارنا. وانا وعلى كل حال انا هي اخر حلقه، انا متاكد هي اخر حلقه راح احكي فيها في الموضوع، ما راح نحكي، واللي بده يتم يشتم يشتم يعني. ولكن اتمنى منكم لا تشتموا، لانه الشتائم ما بتعبر غير عن اصحابها بصراحه. يعني بالظبط كده، يعني انا بقول لك يوم حلقه سسامي كنت موجود،
شايف انا مش استاذ سامي بيرد على نفسه، بيرد على اللي حصل معاه، اعتبره اهانه من رياض فبيرد عليه، فهديله عذر. لكن ببص على التكست لقيت فيه كتير قوي شتايم نازله. طب احنا ليه بنسخن؟ ليه بنقوي؟ ليه بنزود؟ ما انا لما اكون بعمل فيديو والاقي التفاعل معايا مثلا 300 واحد بيشتموا معايا زيي ومؤيديني، ما انا هزيد عرق البطوله بقى، هزيد جوايا ان انا بزيد فيها انا الاخر. فاحنا برضو لينا رد، لينا عامل. يا جماعه لو لقينا ان المتابع بتاعنا او اللي بيتكلم خرج عن سياق حلقته، خرج عن شخصا الامور، ننبهه ارجع عرض حلقتك، بلاش تتكلم على اشخاص، تتكلم في موضوع تتكلم عنه. احنا الجمهور بنوجه على فكره كل اصحاب القنوات يهمهم احنا، زي ما احنا هم مهمين بالنسبه لنا، برضو احنا ككتله مهمين بالنسبه لهم، لازم نوجههم للصح. يعني احنا الدور، احنا دور الجمهور كله يوجه للصح. الرياض لما يغلط يا رياض ما تخرجش على الحلقه دي، وده اتفقت معاه وخلاص، اتفقنا على كده انا ورياض. انا هتابع معاه حلقاته، لو سمعت حلقات لايف سياق الكلام لا فيه هي خروج ارجع يا رياض، خلاص مفيش مشكله. ارجو كده من كل الناس اللي زي حالاتي اللي هم اللي بيعتبروا نفسنا جمهور في وسطكم. بالضبط، انا اتمنى من اصدقائنا يعني من كل اصدقاء المتابعين انه ما يحموا يدقوا الطبل وراء هالخلافات هي حتى يكبروها. يعني هي خلافات صارت وهي تعارف صراحة على بعض. يعني اخونا رياض كان اخذ فكرة عن الملحدين غير الموجودة على ارض الواقع بحكم بعده عن ارض الواقع الناس الشرقيين او شئنا القبيل. فاتمنى من الاصدقاء اللي عم بيتابعونا ما يتموا يعني يشجعوا فريق على فريق. يعني اتمنى يعني تنتهي الامور بحاجة يعني. بالضبط كده. وبعدين برضه حاجه تانية، فكره ان الفكر التنويري اصبح دين واصبح اللي هيخالفه مرتد عنه، الفكر ده القوام ان احنا اوصياء على بعض، دي برضه فكره غلط. يعني برضو انا غلطت فيها رياض، خلاص الموضوع ده انتهى. وانا بقول الكلام ده هنا في قناتك يا استاذ جان عشان في كتير قوي حاسبين وائل على رياض، فلما يكون وائل اللي هو بيقول لنفسه اخو رياض بيوجه الكلام دوت، فالكلام ده معنى كده ان الكلام ده تم النقاش بيني وبين رياض فيه، فخلاص الفكره دي مش هتتكرر تاني. فكره ان احنا يبص بقى مين بيقول ايه ومين بيقولش ايه، خلاص اشتغل زي ما اشتغل انت رياض. وجان نفس القزمه، يعني كاخوك الصغير بقولها لك، مالكش علاقه باي شيء تحصل، الشتيمه توصلك لشخصك. سمعت ان في وائل جه قال لك الحق ده فلان بيقول على قناته كذا كذا، او وائل بيقول على قناته ان جان كذا 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 كذا، ما تروحش تشوف الفيديو اصلا، انت ما تروحش تشوفه، انت ما تهتمش حتى بتسمع بتقال عليك ايه، ما تهتمش، لان ده بيزود الموضوع. احنا انت وراكم حاجات اهم من كده، انتوا فريق وراكم حاجات اهم من كده. بالضبط اخوي، في عنا بصراحة بس في شخص كاتب لي يا جماعة نسيتونا لب الموضوع وهو الإسلام، بؤرة الشر والإرهاب الذي يقتل ويذبح ويسلخ جلود البشر مثل النعاج. أرجوكم انتقدوا وأكسروا سيف الإسلام المسلط على رقابنا ليل نهار. هو ده اللي بقولك عليه، وراكم حاجات أهم، سيبوكم من الخلافات الشخصية، أنتوا وراكم حاجات أهم من كده. بالضبط. وأنا أوعد صديقي إنه يعني هذه اخر مره ساتكلم بهاي، اول مره اتكلم بالموضوع واخر مره ساتكلم بالموضوع. يعني وطبعا مثل ما بقولوا يعني تسكير القناه شوي، تحكير القناه شوي اثر على نشاطي لانه صار في عندي شغل اكثر. فانا اوعد اصدقائي في الفتره الجايه الاسلام راح نشوف له تصريفه منيحه. عايز ابعت لك برنامج جديد، عايز ابارك لك على برنامج النشرة التاسعة، برنامج جديد بتاعك رائع جدا. نشرة التاسعة رائع جدا. نشرة التاسعة، لا نشرة التاسعة اكيد مستمر فيها يعني، عمل موفق. تسلم يا طيب عمرو، معك الميكروفون حبيبي تفضل. لا انا كنت يعني انه البرنامج اللي نزلته جديد كثير رائع، وانا حضرته وعلقت لك كمان، كثير حلو كان الموضوع وفكرة كثير حلوة، واستمر اخوي جان. هلا بالنسبة للخلافات هاي، احنا زي ما حكينا لازم نوحد الصف وما نرجع نفتح هاي المواضيع مرة تانية. احنا هدفنا نكون اخوة بالانسانية، واحنا اصلا اخوة بالانسانية اولا عن اخر،
وما في إشي رح يشق الطريق بيناتنا. يمكن يكون في طابور خامس، لأن إحنا كعرب تعودنا إنه يكون في طابور خامس. يمكن يكون في طابور خامس، بس يعني إحنا ما رح نسمح لهذا الطابور إنه يتعدى ولا يحكي ولا يتفلسف ويزيد الكلام علينا. وهذه وإحنا يعني زي ما بحكي أخوي بلا قيود، يعني أنا بحكي له إنه يعني إحنا الجمهور وانتم المقدمين، واحنا احنا اللي راح نكون مثلا متابعين لكم بشدة على فكرة، لانه ارائكم بتهمنا وانتم بالنسبة لنا مصدر الهام يعني. فما بصير انه تكونوا يعني مصادر الهامنا مختلفين مع بعض، لا احنا لازم أكيد نكون متحدين على أكيد كلمة. عمر أكيد أنا أوعدك إنه الخلافات هاي راح تنتهي، وأنا راح أحاول يعني مع كل الأصدقاء ننسى الخلافات هاي. وأخونا يعني أخونا رياض يعني مثل ما بقولوا ما بقى يهتم لها الخلافات هاي، فأتمنى بالضبط من كل الأصدقاء أن نتناسى الخلافات. وأنا أوعدكم يعني من الحلقة القادمة سنبدأ ب يعني الهدف الأساسي للبرنامج ولإلي ولأغلب الأصدقاء الملحدين هو تعريض قداسة الإسلام، والإسلام هو عدونا الأول دائما دائما. يعني هو اللي بصراحة نحن هربان يعني متخفين لأن المسلمين دي يقتلونا، هربانين لأن المسلمين خربونا بلادنا، كل وراء الإسلام. يعني العمليات الإرهابية اللي عم بتصير من ورا المسلمين، التهديدات اللي عم تجينا من ورا المسلمين، فنحن رح نرجع للمسلمين. واللي هكروا لي قنواتي صار عندي يعني نسيان بعدد القنوات اللي تسكرت، والتهكير آخر الشيء هاي بدعة جديدة من بدع الإسلام المسلمين. يعني فالإسلام هو عدوي الأول وسيبقى عدوي حتى أنهي هذه الخرافة هي من عقول أهالينا، طبعا بمساعدة أصدقائنا مثلك عمرو ومثل أخونا رياض ومثل أخونا وائل وكل الأصدقاء المتواجدين. شكرا لك أستاذ جيم. شكرا طيب لك على الاستضافة. طب بصراحة يعني نحن شوي تجاوزنا الخطوط الحمراء، لأنه أخوي أحمد حرقان عنده حلقة من 18 دقيقة تقريبا بدأت، فبتحبوا عمرو خلينا نبدأ من عندك، كلمة أخيرة بتحب تقولها بهالحلقة هاي؟ تفضل. أنا كلمة الأخيرة راح تكون زي ما بنضلنا نحكي دايما، إنه إحنا هدفنا معروف، هدفنا بس إنه يا عمي بدل ما تطلعوا على الخرافة اقروا العلم وبس، ولازم نكون إحنا أخوة وأخوة بالإنسانية. هذا هو، وتحياتي لك جان. أشكرك عمرو. أخوي وائل تفضل. شكرا جان، أنا بس عايز أقول لينا يعني إحنا كجمهور وأنتوا كمنابر لينا، لو همكم الأديان ولو همكم التنوير الحقيقي سيبكم من الخلافات الشخصية. ونصيحة للجمهور سيبكم من الاستقطاب، يعني ما حدش الاستقطاب ده غلط، ما يبقاش ما فيش حاجة اسمها شيوخ في الإلحاد، ما فيش حاجة اسمها شيخي هو جان، أي حد هيزعل لجان هيزعق له. مفيش شيوخ، مفيش نبي، مفيش كتاب مقدس لينا، ولا في نبي مقدس لينا. خلصنا من خرافات اكبر، مش هينفع حاجات صغيره توقع بينا. يعني سيبنا اخطر قرار في حياه كل واحد فينا ان هو قرار يسيب دينه، خدناه القرار ده خلاص، يبقى ده اصعب حاجه. مفيش حاجه اسمها بقى ده زعل الامازيغي صاحبي، ده زعل العربي زميلي، ده شتم واحد يهودي واحد مش، لا الكلام ده احنا اعلى منه بكتير. ومتشكر جدا ليك يا جان، وشكرا للمبادره اللي حضرتك عملتها ديت، الف شكر يا فندم. حبيبي حبيبي وائل، أشكرك جزيل الشكر. طبعا مثل ما قال أخونا وائل يعني نحن ما عندنا شيوخ، والله شيخي فلان وشيخي علام، نحن عندنا الحرية أهم من كل شيء. وبس شغلة واحدة أنا أحب أقولها لكل أصدقائي، يا جماعة يعني بدل ما نراقب بعض والله فلان قال كلمة فلانية وفلان عنصري وفلان ما بعرف شو، خلونا نتفرغ للوحش اللي فاتح أسنانه وبده ياكلنا في أي لحظة، معرضين للقتل، معرضين للذبح في أي لحظة. فخلونا نتفرغ لهالوحش هذا، لأنه إذا راقبنا بعضنا يعني شغلة طويلة، ونحن كل واحد من خلفية مختلفة، ما مستحيل نقدر
نستوعب كل العالم في نطاق إطارنا نحن فقط يعني. وهي فكرة تقبل الآخر يعني، فكرة تقبل الآخر ما لم يؤذيك بدنيا ونفسيا، هي يعني ما دام لا يحمل إرهاب ضدك، هي فكرة تقبل الآخر. إذا كنا نحن بدنا نتقبل الآخر فكيف بدنا نخلي الآخر يتقبلنا، والآخر الإرهابي للأسف الشديد. على كل حال في رسالة أخيرة راح أقرأها من أخونا أحمد بحيري عم بيقول: مساء الخير، بس تعليق صغير هالمرة راح يكون على كلامك جان. أوكي هناك من يحاول سكب البنزين على النار ويطبل بالقصة، بس نحن على أساس الواعين دعهم يطبلون كما يريدون، يجب أن نكون نحن العقلاء بالأخير، يلعن ربكم خلصونا بقى. أكيد أكيد أخوي أحمد، وأنا أعتذر وآسف كثير أنه وصلنا لهالمرحلة أنه طرحنا هيك موضوع، وأنا أول مرة وآخر مرة راح أطرح الموضوع أكيد يعني. المهم من هون وهيك الوحش اللي مستنينا هو هدفنا وليس أكثر ولا أقل، وأتمنى من كل الأصدقاء يتناسوا مثل ما بقولوا الزلات للآخر، ما نستنى بعض على زلات يعني، وشيء معيب نستنى بعض على زلات. فخلونا نحط إيدنا بإيد بعض ونكون إيد واحدة ضد الوحش اللي مستنينا. وأنا من ناحيتي سأتفرغ لهذا الوحش، قلتها سابقا وسأقولها الآن ولاحقا، أنا متفرغ لهذا الوحش. أشكركم أصدقائي عمرو وأخوي وائل، وأشكركم أصدقائي المتابعين على المتابعة في الحلقة، أشكركم جزيل الشكر. إلى اللقاء، إلى اللقاء أصدقائي، أراكم غدا غدا.